السلام عليكم. المرأة في اليمن وفي يوم عيدها العالمي وردة لا تكفي ويوم واحد لا يكفي، فهذا الكائن المحروم والمفروضة عليه قضبان القيود المجتمعية والثقافية قبل أن تتفاقم المأساة إلى قضبان الحرب وقيود الميليشيا. لا يكفيه يوم واحد للاحتفاء ولا ينسيه 3 سنوات حرب دفعت خلالها ثمنا باهظا من انتهاكات جسيمة، بدءا من الآثار المباشرة للحرب من القتل بالقصف والقنص والألغام، ثم الإخفاء القسري والنزوح وحالات العنف والاحتجاز غير القانوني وإهمال الرعاية الصحية بالإصابة، إلى الآثار غير المباشرة للحرب كالفقر والأوبئة والإهمال، انعدام الخدمات الرعاية الصحية والنفسية، جملة من الانتهاكات التي تركت آثارها البليغة على المرأة اليمنية لتشكل في مجملها صورة مكثفة لكل مساوئ الحرب. ربما هذا ما تقوله الأحداث عن نساء اليمن في الحرب، غير أن ما تنقله صورة الميليشيا عنها تبدو أبلغ سوءا مما يتخيله العقل. فما الذي أجرمه الإنقلابيون بحقها؟ وكم عدد النساء المشوهات والفاقدات واللائي تضررن من الحرب؟ فهل المرأة في اليمن أكثر من تضرر في الحرب؟ في اليوم العالمي للمرأة، من المستفيد من الامتيازات والاحتفاء؟ ولماذا لا ينعكس هذا الاحتفاء على واقع المرأة البسيطة في اليمن؟ لماذا يقتصر الحديث عنها في الكوتة والمحاصصة ويغفل عن واقعها المكبل بالقوانين والأعراف والقهر المجتمعي؟ هل حصلت المرأة على قانون واحد ينتصر لها وينصفها في هذه الحياة؟ مشاهدينا الكرام، في هذا اليوم الذي يأتي كمناسبة للتذكير بمعاناة المرأة اليمنية سنناقش هذه الليلة واقعها، فأكونوا معنا ومع المرأة معا. واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو، الكاتبة ثريا الشيباني والكاتبة والشاعرة سبا حمزة، مرحبا بكما. إذن عزيزتي ثريا وسبا، قبل أن نبدأ نقاشنا حول المرأة اليمنية دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. في اليوم العالمي للمرأة تأتي الذكرى هذا العام والمرأة اليمنية تعيش ثالث القهر، قهر الحرب وقهر الفقد وقهر الفقر ويوميات الحياة التي لم تعد حياة اعتيادية طبيعية، لكن اليوميات التي أصبحت أشبه بالأشغال الشاقة للمرأة منذ الانقلاب والاجتياح. باتت المرأة اليمنية هدفا للحرب، خصوصا في الأحياء المدنية التي تتعرض للقتل اليومي بفعل قذائف وقناصة وألغام ميليشيا الحوثي، أو بفعل ضربات مقاتلات التحالف التي تستهدف هي الأخرى المرأة اليمنية من خلال استهداف التجمعات المدنية. بحسب متابعين ليوم المرأة وقع خاص بالنسبة لليمنيين بفعل الإرث الثقيل إزاء المرأة، إرث يحجب عن المرأة أنوار الإنسانية ونفس الحياة، إرث يكبل المرأة عقلا وسلوكا يسلبها فعاليتها في الحياة ويختصر مشوارها الزمني في الحياة كربة بيت ومخزن للدموع. في كل ذكرى للمرأة تبرز للواجهة مفاهيم، من بينها تمكين المرأة في المجتمع اليمني المحكوم بالأيديولوجية الذكورية والمعتقد الفكري المنغرس ضد المرأة في البنية الذهنية للمجتمع، معززا الأمر في الثقافة الشعبية التي يتم قولبتها بغطاء ديني ويقينيات اجتماعية ضد تمكين المرأة. في اليمن ارتبط الحضور العام للمرأة بالثورات، كان لثورة أكتوبر وسبتمبر الفضل الكبير في كسر الحصار التاريخي على المرأة في اليمن، فقد أخذت بيدها نحو الحياة وألحقتها بالتعليم المدرسي والجامعي كخط سير للنجاة، ومن ثم أفسح لها المجال في العمل الإداري في مختلف القطاعات. جاءت ثورة فبراير لتحضر المرأة بشكل واسع، ليس كمشارك في الثورة بل كقائد محرك وفاعل تكرس المفهوم المدني للثورة، وكانت مخرجات الحوار التي منحت المرأة حضورا أساسيا وتشريعات مهمة. فوز امرأة يمنية بجائزة نوبل للسلام لم يخص الفوز هذا توكل كرمان وحدها، بل المرأة اليمنية واليمن بأكمله. ولم تتوقف مسيرة نجاح المرأة اليمنية عند هذا الحد، فكان لها الدور الأكثر شجاعة ووعيا في ثورة فبراير العظيمة قبل أن يأتي الانقلاب لينسف كل تراكمات المرأة اليمنية. مرحبا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى ثريا وسبا. بداية أستاذة ثريا، لو بدأنا معك في هذه الاحتفائية النسوية التي تقام كل عام، لو بدأنا بقراءة واقع المرأة اليمنية في ظل الحرب وكل هذه المتغيرات. بهذه المناسبة بشكل عام، قضية المرأة بشكل عام
تكتنفها الكثير من المغالطات. أحد هذه المغالطات هو الاحتفاء ب8 مارس كيوم للمرأة، احتفاء بلا إنجاز. يبدو وكأننا نحتفل بنصر نحققه، مع أنه في الحقيقة هو مجرد تذكير. يأتي 8 مارس ليذكرنا بأننا لازلنا ضمن الفئة الضعيفة في المجتمع، هذا المجتمع الذي تشكل فيها المرأة الغالبية. مع ذلك لم تخرج من دائرة الضعفاء، ولا زالت تحتفل بيوم واحد مقابل سنة كاملة للرجل. هذا ما يعطيه لنا يوم 8 مارس. بإمكان أن أقول أن أحتفي بإنجازاتنا، بخروجنا من بوتقة الظلم، من هذه القوقعة المظلمة، ثم نحتفي. كما في 11 فبراير، لو في 11 فبراير هو المناسبة التي للمرأة أن تحتفي بها أكثر من 8 مارس من وجهة نظري. بالنسبة للمرأة اليمنية، ما الذي يعني 8 مارس خاصة هذه الفترة يعني التي ربما هي أسوأ مراحل قد تعيشها المرأة اليمنية؟ 8 مارس هذا العام الذي ممكن تقوله المرأة وتشعر به في 8 مارس 2018 أنه ضاعف الأرامل، وضاعف الثكالة، وضاعف المفقوعات بأولادهن المختطفين، ضاعف المشردات، وضاعف المعاناة الاقتصادية. هذا ما يقوله 8 مارس 2018 للمرأة اليمنية. المرأة اليمنية في 2018 تحديدا، للأسف أقولها وأنا موجوعة، يقول للمرأة اليمنية: أصبحت امرأة ميليشياوية تقتحمين المنازل وتصادرين حقوق الناس وتواجهين المظاهرات السلمية بالأسلحة، تأخذين دورات تدريبية عسكرية لتواجهي بها. نعم، سنناقش هذا كمحور. نعم، ما رأيك أستاذة سبا يعني بحديث الأستاذة ثريا؟ 8 مارس لا يعني شيئا حقيقيا على أرض الواقع، لا يعني أي إنجاز بالنسبة للمرأة، هو فقط يذكر المرأة أنك ما زلت كائن ضعيف. هو فعلا لو كانت المرأة أخذت كل حقوقها، محتاجة يوم لتحتفل أو لتتذكر أنها من الفئة المهمشة أو من الفئة الضعيفة. هناك يوم للرجل لكن لا أحد يحتفي به، لأنه أخذ كل حقوقه تقريبا. المرأة أيضا قادرة أن تأخذ حقوقها. سأختلف مع الأستاذة ثريا في نقطة أنه المرأة اليمنية أصبحت ميليشياوية، أو هناك جزء من النساء فعلا، هو هذا النقطة الوحيدة التي تختلف فيها، أنها فئة قليلة محسوبة على النساء اليمنيات، لكنها فئة تم استغلالها. تم استغلال يعني تلك الفئة، لكن في المقابل نجد الكثير من النساء خرجت من هذه الحرب قوية، قادرة أن تستغل الفرص. كانت المرأة قبل الحرب حتى بعد ثورة 11 فبراير غير قادرة على أن تخرج للعمل أو أن تصنع مشروعها الخاص. الحرب الآن جعلت الرجل الغير قادر للخروج للعمل أن يستسلم للوضع. أوكي، أنا غير قادر على العمل، أنا غير قادر على توفير مصاري في البيت، اشتغلي. اعترف به الرجل في ظل هذه الظروف الصعبة. صحيح أن الحرب شوهت فيها الكثير، هي أكثر المستضعفين في هذه الحرب، لكن في نفس الوقت الكثير من النساء استغلت هذه الفرصة واستطاعت أن تخرج من دائرة الظلم والقهر المحيطة بها، أنه أنت غير قادرة، أنت غير مسموح لك، لا يجوز. كم نسبة هؤلاء النساء؟ يعني أنا لا أريد منك نسبة يعني مؤكدة أو محققة بدراسة، ولكن يعني ألا تجدين أن من تتحدثين عنه النسبة قليلة مقارنة؟ لا أعتقد بالثكالة، بالمشردات، بالأمهات الفاقدات لأبنائهن. يعني لو نظرنا لواقع المرأة من بعيد يعني كمشاهد لمسرح ما، ألا نجد أن يعني الحرب أكلت صورة المرأة وشوهتها تماما؟ الحرب أكلت وشوهت صورة الجميع، حتى أولئك المستفيدين منها نجد أن فيهم يعني من تعرض لأوجاع كثيرة.
لكن نحن الآن ننظر من الجهة الإيجابية التي استفادت منها المرأة في هذه الظروف. ثورة 26 سبتمبر خرجت المرأة من مجتمع كان كهنوتي في الظلام، في يعني لم تكن تحصل على يمكن 1% من حقوقها، يعني بغض النظر عن النساء اللاتي تربين في بيت الإمامة وما إلى ذلك لأنهن حصلن على تعليمهن الخاص، لكن باقي النساء لم تحصل على أي شيء. وبعد 26 سبتمبر خرجت المرأة ودرست تعلمت ودخلت جامعات في فترة بسيطة، لم تحتاج المرأة اليمنية الوقت الطويل حتى تخرج وتنطلق. ربما هناك بعض الظروف أو الجماعات الدينية التي دخلت حرمت، استبعدت المرأة من أماكن معينة، اضطهدتها في بعض الأمور، لكنها لو لاحظنا يعني حتى الرجل اليمني لم يكن بتلك القسوة التي قد نراها في الغرب التي اضطرت النساء للخروج في بداية القرن الماضي للمطالبة بحقوقهن. إذا لو تتبعنا مسار المرأة اليمنية أستاذة ثريا، يعني الأستاذة سبا وضعت لنا صورة كيف كانت المرأة تعيش في ظلام في عهد الإمامة، انطلقت نوعا ما في بعد 26 سبتمبر واستطاعت أن تنال جزء من تعليمها، وربما كانت فترة الثمانينات فترة مهمة جدا لكثير من النساء، استطعن أن يدرسن، أن يخرجن للعمل، أن يعني يحصلن على فرصهن، ثم ربما حصلت انتكاسة في التسعينات، انتكاسة دينية إن صح لي القول، وفرضت على المجتمع قيود جديدة. 2011 ما الذي أعطته للمرأة؟ 2011 هو ميلاد المرأة لنفسها، ثقتها بنفسها. المرأة تفاجأت بنفسها في 2011 قبل أن تفاجأ الآخرين. لم نكن نعرف أنه يمكن أن يكون هناك حشود للمرأة غير صناديق الاقتراع لساعتين ثم تنتهي. صحيح. 2011 قال للمرأة ستخرجي وتحمي أنت الرجل، لست بحاجة أن يحميك. كان خروج المرأة في 2011 مصدر قوة للرجل أكثر من المرأة، يمكنه أن يخفف من عدد القتلى وعدد الجرحى في الساحات. وثقة المرأة بنفسها ووثق بها المجتمع ووثق وتبين وأنصفت هي أنصفت المجتمع وأنصفت حتى الرجل اليمني أنه لا يمانع في خروج المرأة. الرجل أكثر من المرأة أنصف في نظرته للمرأة اليمنية في 2011. ولذلك عندما أتى الانقلاب كان على أجمل ما فيه أجمل ما في 2011 كانت المرأة، ولذلك أكثر شيء كسره الانقلاب هي المرأة، لأنها كان أبرز معالمه وأبرز فعلا كانت هي الجانب المملوء من في هذه الثورة لو نظرنا إليها. لا ننكر أن المرأة حتى الآن واصلت خروجها واصلت ظهورها. الآن في هذا الوضع البائس تجدين المشاركة المجتمعية والثقافية للمرأة على الأقل في الأربع المحافظات الرئيسية أكبر من مشاركة الرجل. في تعز وعدن والحديدة وصنعاء اليوم المرأة وجودها أقوى من وجود الرجل، تشارك بشكل تطوعي، تشارك بدون عمل بدون وظيفة، فقط أنها لها أنشطة ثقافية ومجتمعية، مش ما هي ليست أنشطة سياسية. وأنا أتفق مع سبأ في أنه في فعلا الذي الثابتات والصامدات موجودات أيضا كما ممكن متفوقات على الميليشياويات، لكننا كان الصفة الميليشياوية التي ظهرت فيها المرأة جارحة جدا، حتى فقط من ناحية المجتمع نفسه، حتى المجتمع البسيط ما نحن لم نكن نتوقع أن نرى المرأة بهذا الشكل، يعني مطلقا ليس من جانب فقط السياسي، ليس نظرة سياسية، هي نظرة ثقافية واجتماعية بالنسبة لنا، ترفض أن ترى المرأة بهذا الشكل، أن تعتدي على طفل. المرأة تحمي الطفل لا تعتدي عليه. فإنه الانقلاب على 2011 فعلا هز وجود المرأة، إضافة إلى أنه ما بين 2011 والانقلاب المرأة فعلا كان حضورها موجود لكنها لم تستفيد من هذا الحضور، لم تسجل نقاط قوة على الأقل في الحوار الوطني. أنا لا أرى أن المرأة نالت أي شيء من الحوار الوطني، دخلت المرأة في الحوار الوطني ب 30% بفضل 2011،
تمثلت المرأة في الحوار الوطني ب30%، لتخرج ب30%، أين الإنجاز؟ لكن للأسف الشديد يعني لم ينجز شيء من 30% من الحوار كله. أنت أن أحصل أنا في الحكومة على 25% بدون كوتا أفضل بكثير أن أحصل عليها بالكوتا 30%، أن تكون مؤهلي للوصول إلى المنصب الفلاني هو أني مرأة، هذا أنا لا أفتخر فيه، لأن 2011 أعطاني الحق في الحصول على 30%. المرأة في الحوار الوطني لم تنجز قانون الأسرة. نعم، كثير من القوانين لم تعطى فيها المرأة حقوقها. أعطت يعني فعلا المرأة كان يمكن الصدمة كانت أكبر منها أن حضورها في بعد في 2011، وتم استغلالها بالشعارات والبهرجات الكثيرة من وكسر جهة معينة، مثلا في لما تترك المرأة الممثلة في الحوار الوطني قانون الأسرة وتناضل لزواج الصغيرات، هذا قصور في الفهم، لأنه زواج قانون الأسرة فيه بند يكفل زواج الصغيرات، يحتوي هو بند واحد فقط في قانون الأسرة يحدد سن الزواج، لماذا يأخذ كل قانون زواج الصغيرات كل هذا الزخم الإعلامي مقابل قانون الأسرة الذي يعتبر هو الشامل والكامل والدواء الناقع لكل القضايا الاجتماعية، سواء تخص المرأة أو تخص المجتمع بشكل عام. وقعت المرأة ضحية الاستغلال كالعادة، سواء المرأة اليمنية أو المرأة العربية أو حتى في كل العالم، دائما القضية المرأة هي القضية التي تستثمر. هناك من يتعامل مع المرأة سواء الأحزاب، يعني دائما هي رقم بالنسبة للأحزاب. الأحزاب التي تريد أن تصل إلى السلطة دائما تمسك تؤثر على المرأة، لأنها هي الرقم المرجح في الانتخابات. وكلنا نعرف من قبل الثورة أنه في الانتخابات كل ما الجهة التي تريد أن تحصل على تفوز فهي تسيطر على المرأة حتى يوم الاقتراع، والباصات تذهب وتوصلها ذهابا وإيابا، بعد الاقتراع يمكن ما تلاقيش المرأة باص يرجعها من المركز الانتخابي. نعم، برأيك أستاذة سبا لما يختزل حق المرأة بالكوتا فقط؟ يعني طرحت الأستاذة ثريا وسمعت لها، يعني لا توجد مساعي حقيقية لسن قوانين ناظمة تحسن شروط حياة المرأة، تحسن علاقتها بالآخر، تحسن علاقتها بالوظيفة، بكل هذه الأمور، لما يظل محور لكي نرضي هذه المرأة لديك 30%؟ وكما تفضلت الأستاذة ثريا، عادة ترضى لكي نقول لدينا وزارة حكومة لديها 30%، تعطى وزارة الشؤون الاجتماعية وحقيبة وزارة بحقيبة، ويعني تسلية أو يعني تسكيت. هو لأنك حزب سياسي وتتبع نظم وقوانين دولية، يجب أن تتبع هذه القوانين، من ضمنها قانون الكوتا. يجب أن يكون للمرأة نصيب في الحكومة أو في الحكم أو ما إلى ذلك. لكن بالنسبة للمرأة اليمنية أظن الوضع يختلف قليلا. المرأة اليمنية لو فقط شدت حيلها، رأينا الكثير من النماذج اليمنية التي قدرت أن تصل قبل أن يصل قانون الكوتا، وقبل أن تصل إلينا قوانين المحاصصة وما إلى ذلك، قدرت أن تشق طريقها وأن تصل، ولم يعترض أحد طريقها، لم يقل أنت امرأة، لأنها شدت حيلها بنفسها، لم يعني أثبتت نفسها. أيوة، أثبتت نفسها في المجتمع ولم يعترض طريقها أحد. هناك يمنيات تقود طائرة من قبل التسعينات. اليمنية الطبيبة، اليمنية الصحفية، اليمنية المذيعة، اليمنية يعني وصلت إلى مجالات عديدة ولم يعترض أحد طريقها. يعني فرصها في اليمن ربما كانت أكثر من فرص كثيرة. هي تعرضت لاضطهاد، قلنا أنه من ضمنها الاضطهاد الديني الذي تعرض لها ومنعها، والشيء الوحيد الذي جعل الرجل يجعلها تجلس في البيت، أنه الشرع والله قال كذا والدين قال كذا. أما ما إلى ذلك نجد أن الرجل لم يكن يمنعها لأن تصل. وجدنا الكثير من النماذج المشرفة التي وصلت دون أن يعترض طريقها أحد. وفي نفس الوقت مثل ما قلت،
القوانين التي وضعت للمرأة هي توضع فقط لتخبرها أنه أنت ما زلت في ضمن الفئة المستضعفة، سنرضيك بهذه الحصص سواء في وزارات معينة في، وهذا ربما يكون نافع في بعض الدول العربية الأخرى أو حتى دول العالم الثالث الأخرى، لأنهم فعلا مضطهدين للمرأة. لكن عندنا في اليمن مثل ما قلت لك كان أسهل لها أن 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 تثبت نفسها بنفسها وأن تصنع الفرص لنفسها. صحيح أن هناك الكثير من الظلم والاضطهاد وهناك الكثير من الموانع التي تمنعها من أن تصل، العائلة، العادات، التقاليد، ما إلى ذلك، لكن المجتمع يتقبل الفكرة. لكن المجتمع، نعم، المجتمع منفتح ويتقبل الكثير من الأفكار التي لم نكن نتوقع أنه سيتقبلها. نعم، إذن اسمح لي أن تنضم معنا في حوارنا هذا الأستاذة حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية من تعز. مساء الخير حياة. مرحبا، مساء الأنوار لكم ولكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية، وكل عام ونساء اليمن كل صحة وعافية وسعادة وتمكين. يا أيها التاريخ سجل للنساء جل المكانة، من أجل بلادها ثارت ولم ترضى المهانة. هي التاريخ ولتسمها بنت اليمن صاحبة الفخامة، ولتعليها فوق النجوم ومنحها العزة والكرامة. تحية إلى كل نساء اليمن، إلى زوجات الشهداء وأمهات الشهداء، وإلى الجريحات، وإلى أمهات المختطفين والمعتقلين. تحية إلى المرأة وهي تحمل الماء على رأسها والحطب على رأسها. تحية إلى النساء الجمهورية اللواتي ضحين حتى يأتي اليمن الجديد المشرق بإذن الله. وتحية لك أيضا حياة، كل عام وأنت بخير. حياة، كنت اسما وصرت مدينة، ما الذي صنعته في الحرب وما الذي صنعته فيك؟ نعم، في حقيقة الأمر حينما وجدت حياة الذبحاني في مدينة تعز كان لزاما عليها أن توجد لرد الجميل لهذه المدينة، المدينة التي شربت من مائها وأكلت من طعامها واستظليت تحت سمائها. وجدت نفسي في هذه الظروف يجب أن أقوم بأدواري تجاه مدينة كما ذكرت وأحببتها. مدينة تعز أعطتنا الكثير، واسم اليمن العام والمظلة لكل امرأة في اليمن، وكما يقال الرجال والنساء مواقف. الحرب عصفت بالجميع، وكان لزاما علينا ايضا منذ ثوره 11 فبراير وحتى اللحظه ان يقدم كل منا سواء رجالا او نساء دوره الاخلاقي والانساني تجاه وطنه الذي احببه، وطنه الذي يريد ان يراه في العلالي. فلذلك ليست حياه الذبح. نعم، حياة تعز المدينة هي الأكثر عرضة في الحرب، سواء في القصف والنزوح والحصار، الأوبئة، انعدام الخدمات، تحملها الكثير من المسؤوليات. كيف واجهت المرأة التعزية كل ذلك؟ نعم، المرأة في حقيقة الأمر في البداية كسرت حاجز العادات والتقاليد منذ ثورة 11 فبراير وخرجت إلى الساحات وناشدت ونشدت الحرية والعزة والكرامة والتمكين. نحن في مجتمعات كما يعلم الجميع محافظة جدا، يعتبر حتى البعض منهم أن صوت المرأة عورة، لكن المرأة قدمت أروع الأمثلة في التضحية والبطولات. وما تكريم العالم للأستاذة توكل كرمان إلا تكريم للمرأة اليمنية وجودها الجبارة كذلك في الثورة اليمنية. المرأة في تعز عانت الكثير، المرأة في تعز تحمل الماء على رأسها والحطب على رأسها، تبحث عن أسطوانة الغاز. المرأة فقدت الأب والأخ والشقيق والزوج والوالد. نعم، نماذج رائعة في التعليم وفي التسلسلات النسائية وفي المبادرات، وصارت رقما صعبا. وربما لا تعصب أنا هنا للمرأة في تعز، المرأة في تعز التي شردت وقطف منزلها وقدمت الشهيدات بالتحديد من مدينة تعز تفاحة وعزيزة ورواية وياسمين وريهام الزبحاني وكثير من الشهيدات اللواتي عمدنا هذه الثورة وهذه الدولة القادمة. المرأة والسادات تعاني في مدينة تعز المعاناة الكبيرة. نحن أمام 3 سنوات من الحصار، من الجوع، من الفقر. صارت المرأة هي كل من توازن ذلك بسبب أن الرجل في الذبحات، والمرأة كان لزاما عليها أن تقوم بتربية الأبناء، تقوم بإعالة الأبناء كذلك. أضف كذلك إلى ما تمر به البلاد من وضع اقتصادي مزري للغاية يحط المرأة أمام مواجهات يجب أن تنجح فيها. المرأة في تعز نجحت في المبادرات التعليمية، ونجحت في المبادرات الطبية، ونجحت في المبادرات كذلك
في تنمية وتطوير قدرات النساء اللواتي ليمتلكن حرف حتى يتقوين على مواجهة شبكة العيش. نعم نعم حياة، يعني وأنت ذكرت العديد من الأسماء، ولكن دعيني أتوقف قليلا عند ريهام البدر رحمة الله عليها، وهي المرأة التي كانت أنموذجا حقيقيا ل يعني المرأة اليمنية التي قدمت نفسها وبذلتها لأجل قضيتها. يعني لو توقفنا قليلا أمام ريهام حياة، ما الذي يمكن قوله؟ ريهام كانت تعز، وتعز كانت ريهام باختصار، لأن شخصية ريهام الذبحة ريهام ختمت حياتها بخاتمة مرضية، خاتمة مشرفة، بأنها عمدت بها الثورة وعمدت كذلك اليمن القديم ببنائها الحمراء القانية، وهي تنجد الحياة وتنجد الحرية. ريهام لم تكن فقط مجرد ناشطة حقوقية، بل كانت في الدرجة الأولى إنسانة تحث على المبادرات النسائية وتشجع كذلك كل الفتيات على خوض مضمار التعليم وخوض مضمار التطوع في العمل الإنساني. أستطيع أن أقول بأن ريهام ضربت نموذجا رائعا للمرأة اليمنية منذ 2011 وحتى 2018. الكثير منا في مدينة تعز منا ريهام البدر، وكلنا ريهام البدر، ونحن معطون على درب الشهداء والشهيدات حتى تتحقق جميع أهداف الثورة المباركة التي خرجنا من أجلها. نحن نطالب بتمكين سياسي للمرأة، نحن نطالب بأن نضالا عن الرجل، بل أن المرأة في هذه الظروف بالتحديد استطاعت أن تكون حجر عثر أمام ما تقوم به الميليشيات الحوثية. صحيح. المرأة في كل الجمهورية قدمت التضحيات، لا تستطيع أن يخرج الرجال في صنعاء مسيرات احتجاجية وتخرج النساء. النساء هنا كذلك في مدينة تعز هن من رابطنا خلف مدارس الأفران منذ ما يقارب 3 سنوات، وهن يسمعن الكعك والخبز لأبطال المقاومة الشعبية. المرأة حملت الكاميرا وذهبت إلى تماس هديل اليماني وأنيسة العلواني مراسلة قناة بلقيس وعبير عبد الله ونعايم خالد وأحلام العسكري لأول في تاريخ اليمن تحمل امرأة كاميرا وتذهب إلى مناطق الاشتباكات لكي تنقل الصورة كما هي للعالم. المرأة كذلك مرابطة خلف مواقع التواصل الاجتماعي تنقل للعالم حجم المعاناة والكارثة التي تمر بها بلادنا. المرأة كذلك قدمت المبادرات لمساعدة الجرحى ولإغاثة الناس بالمواد الغذائية. أنا استغل الفرصة كذلك من هنا لأحيي الأستاذة توكل كرمان على كل الجهود الجبارة التي تبذلها لنا هنا في مدينة تعز. نحن في صدد تنفيذ قافلة إغاثية الأحد القادم لمنطقة الشقب. هكذا هي المرأة اليمنية تستمر في النضال لأجل مجتمعاتها ولأجل وطنها لكي تشمخ برأسها عاليا، لأنها في الأول والأخير حفيدة بلقيس وأروى الحضارة. نعم. كان النظام السابق يغير دور المرأة، ولكن المرأة عادت وبقوة. شكرا جزيلا لك حياة الزبحاني، وأن أهنيك مرة أخرى بهذا اليوم أنت وجميع رفيقاتك في الميدان. حياة الزبحاني الناشطة الحقوقية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. ضيفتي العزيزتين، اسمح لي بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكما ثريا وسبا. أستاذة ثريا، يعني هناك نماذج كثيرة للمرأة اليمنية، حياة الذبحاني وإشراق المقطري، هديل وأنيسة وريهام رحمة الله عليها، وأيضا في الجنوب وردة بصميت، وربما في صنعاء الأكثر صوتا يعني أمهات المختطفين، هذه الرابطة التي استطعت أن توصل صوتها رغم قمع الميليشيا لأي صوت يخرج يعني في النساء. برأيك يعني كيف استطعن هؤلاء النساء في ظل هذه الظروف إثبات أنفسهن، خصوصا يعني أنها ربما تعد مثل هذه الأسماء بادرة أمل أو إشارة ضوء كبيرة للمجتمع؟ المرأة في السلم ليست مدللة وليست مرفهة، ومع ذلك المرأة اليمنية في السلم ليست مدللة، وهي تعاني أيضا وهي في السلم، ومع ذلك يبدو عليها أنها معافى صامدة،
أم ومربية فاضلة حتى وهي أمية تصبر على غياب الزوج لسنوات، عندها كل المقومات التي تسمح لها بأن تبقى رغم الصعوبات، فلا عجب أن تجديها ثابتة وقصورة في الحرب. في الأخير هي مؤهلة أكثر من الرجل للثبات. المرأة تتحمل المسؤولية بسن مبكرة أكثر من قبل الرجل بكثير. المرأة فاعلة أكثر من الرجل حتى في حالة عدم عملها خارج. وأنا عندي اعتراض كبير على تحديد فاعلية المرأة بوجودها السياسي أو حصولها على عمل. أو المرأة فاعلة في كل حالاتها، المرأة فاعلة في القرية، في البادية فاعلة. المرأة هي التي تحافظ على الصحة الجسدية والنفسية والبيئية لهذا المجتمع. ولا فطبيعي جدا أن تكون لديها مقومات البقاء والثبات في الحرب. ويبدو أننا نعاني من جحود من ناحية المرأة اليمنية. نحن نذكر النساء التي يجب أن نحتفي بهن في هذا اليوم وطوال العام. نحن مع لدينا نساء، أول امرأة قاضية عربية، امرأة من الجنوب، أول امرأة مذيعة تلفزيونية من الجنوب، أول مذيعة في الإذاعة من الجنوب، أول سائقة تاكسي عربية من الجنوب، أول قائدة كابتن طيران من الجنوب. لا نحتفي بهن رغم أن يفترض أن يكون نار على علم نذكرهن دائما، ليكون قدوة لبقية اليمنيات الأصغر، لتعرف أنها بإمكانها أن تعمل هذا كله. المرأة في الجنوب كانت أول امرأة في الجزيرة العربية تقود مظاهرة ضد التمييز ضد المرأة. هي بطبيعتها مثل تنتمي لهذه الأرض القوية الصلبة. بالأخير هي لديها من في جيناتها نفس تركيبة الأرض التي تنتمي إليها. فلماذا لا نؤمن بها؟ كل يعرف أمه وقريبته كيف هن صامدات وأقوى من الرجال. الآن الظروف الاقتصادية أثبتت أن المرأة أقوى من الرجل. أغلب المرتادي المستشفيات الأمراض النفسية من الرجال وليس من النساء. كل أغلب من فقد عمله اليوم تضطر زوجته للعمل، العملها الطبيعي وعمل أخرى لتدفع لزوجها قيمة العلاج النفسي بسبب فقدان العمل أو عودته من الجبهة. هي التي عانت وهي التي وبالأخير تتحول هي إلى معيلة له وممرضة له، فمن الأقوى؟ هي الأقوى طبيعي يعني. نعم، إذن سبا، يعني لو أتينا للواقع الآن، يعني المرأة اليمنية كما قالت الأستاذة سوريا شاركت في كل المجالات، مجبرة على خوض التجارب المريرة. ربما نجد المرأة وهي واقفة في طابور الغاز، نجد المرأة وهي تعمل في البيت وخارج لكي توفر دواء أو طعام لرجلها الذي عاد جريحا أو متعبا نفسيا أو لا عمل له. يعني هناك أيضا نساء فقدنا أزواجهن في الجبهات وتم تجنيدهن وتدريبهن في دورات ربما نفسية لا تليق بالمرأة. المرأة ليست كائن يحمل السلاح، يعني هي دورها أهم من هذا الدور. برأيك كيف يمكن أن تحمي المرأة نفسها جراء عوامل التجريف الأخلاقية والإنسانية التي قد تخلفها الحروب؟ دعينا نعود إلى 8 مارس اللي هو اليوم الذي تطالب فيه المرأة بالمساواة بالرجل. سنكون متناقضين لو طلبنا المساواة بالرجل ووضعنا لها قوانين أنه أنت امرأة يجب أن تعملي ويجب أن لا تعملي، بما أنك متساوية مع الرجل فيجب أن نتوقع منها ما نتوقع من الرجل وأن لا نتوقع منها ما لا نتوقع من الرجل. وأنا أرى أن هذه هي المرأة، هي قادرة على أن تكون رجل بالمعنى بصفة الكلمة، اللي هي القوية القادرة على تحمل المسؤولية، على خوض المصاعب أيا كانت هذه المصاعب. هي قادرة أن تكون أن تذهب إلى الجبهة، لماذا لا تذهب إذا كانت تدافع عن قضية
قضية عادلة؟ لما لا تكون جندي؟ يعني ما المانع إذا كانت قادرة على 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 خوض هذه التجربة؟ نحن لسنا ضد المرأة أن تكون جندي وأن تكون مشارك في الحرب إذا كانت قادرة أو إذا كانت قابلة للوضع هذا، نحن ضد أن تكون مع قضية غير عادلة. من يحدد هذه القضية؟ من يحدد عادلة؟ من يحدد التاريخ؟ يعني يحدد. لو فتحنا المجال يعني بهذا الشكل، أعتقد أننا نعم. نخوض في السياسة الآن إنه من نعم يحدد. لكن الآن يعني إذن ما يحدث الآن في جبهات الحوثي من تلغيم للنساء وتجريف الأفكار، قد يوجد هذا قضية عادلة وليس يعني. لا، هذا ليس للمرأة فقط، هذا هو استغلال للمرأة وللرجل. الجبهة ليست فيها يعني فيها رجال وفيها أطفال أكثر مما فيها نساء، لكن نحن نتكلم عن مبدأ المساواة. إذا كنت أنا طالب في 8 مارس أن أساوى بالرجل وأن تكون لي حقوق مثل ما هي للرجل، فيجب أن أتقبل جميع الحقوق، ولا يجب أن تكون هذه الحقوق يعني أو هذه الواجبات التي أطالب بها يجب أن تطبق على باقي النساء. كل امرأة لها ما تحب أن تكون. يعني إذا كان الرجل أو إذا كان الطفل الذكر عندما يسأل وهو طفل ماذا تريد أن تكون، أريد أن أصبح طيار، أريد أن أصبح جندي، أريد أن أصبح طبيب، لماذا نختزل هذه الأشياء على الذكر؟ والمرأة نقول لا كيف تكون طيارة، كيف تكون جندي؟ يعني لا، إذا نحن لا نعترض على العمل العسكري بحد ذاته، يعني ربما قبل الحرب كان هناك جنديات وكان لهم دور نعم هذا جميل ورائع، يعني بالعكس كان هناك احتياج للشرطة النسائية في كثير من الأماكن. الفكرة هي أن تحمل المرأة السلاح وتخرج يعني بصورة غير نمطية وغير يعني حتى لم تحدث في ربما أعتاها حروب عالمية، يعني حتى أن يتم الحديث عن يافطات تتحدث عن غزو فكري والمرأة والغرب وثمانية مارس اليوم العالمي للمرأة، يعني يجب ألا تنحرف عن مسارها الذي يعتدن عليه، حتى أن هناك احتفال يا شيخة بمولد فاطمة في هذا اليوم، يعني يعني هناك أفكار غير منطقية. يعني إذا كنا نتحدث عن الميليشيا فهي الميليشيا كاملة كلها كفكرة غير منطقية، لكننا نتحدث الآن عن المرأة، لم نتحدث عن الميليشيا، نتحدث عن المرأة وعن حقوقها وعن واجباتها وعن ما يجب أن يكون لها وما يكون عليها. مثل ما قلت لك الميليشيا يعني بأفكارها هي فكرة سوداوية من البداية حتى النهاية، يعني ملغمة بنسائها ورجالها وأطفالها كلهم ملغمين. نعم. إذن اسمح لي أيضا أن ينضم معنا في حوارنا هذا الأستاذ فهد سلطان الكاتب والباحث عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ فهد. مساء الأنوار عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ فهد. ونحن نتحدث في حلقة الليلة تطرقنا للفترات التي مرت بها المرأة، عصر الظلام منذ الإمامة، بداية النور في 26 سبتمبر وانطلاق المرأة في التسعينات، ربما عاد الخطاب الديني إلى الواجهة وقمع وكبل هذه المرأة، ثورة 2011 أعطتها المساحة والحرية يعني المقبولة نوعا ما، ثم عدنا إلى الحرب ووجدنا فكر الحوثي أمامنا ومن ورائنا فكر بعض المتطرفين أمثال العديني وغيره في تعز. المرأة هي الأسهل لكي نرمي عليها تعقيدات كثيرة وكي نرمي عليها شباك الدين إن صح لي القول. برأيك ما هي التعقيدات التي تنتج عن مثل هذه عن مثل هذا الخطاب وما نتائجها اجتماعيا؟ في البداية أحيي المرأة اليمنية في اليوم العالمي للمرأة، تحية إجلال واحترام وإكبار لكل نساء وحرائر اليمن في هذا اليوم العظيم. هي مناسبة جيدة لتناول هذا الموضوع المهم. فأي حضارة أو أي دولة أو أي لا يمكن تقاس أي تقدمها إلا بمستوى المرأة وحضورها في المجال العام. لم تقطع أي دولة أو حضارة في الماضي أو القديم أي دور أو شهود حضاري إلا إذا قيس بدور المرأة. كانت في اليمن القديم للمرأة حضور بارز أشاد به القرآن الكريم بإشادة وخلدها حتى قيام الساعة، ولا يزال المسلمون اليوم في مشارق الأرض ومغاربها يعني يتغنون بتلك المكانة العظيمة للملكة بلقيس التي أشاد بها القرآن الكريم وأشاد بعقلها ورجاحة عقلها وتفكيرها وكيف أنها جنبت مملكتها من الزوال أو من الدخول في حروب مع الملوك.
وكيف انها يعني مستوى الشهور التي بلغت. يعني بالمحصله العام اليمن لها تاريخ نستطيع ان نعيه او نستطيع ان نستفيد اليه او نستفيد منه. مرت المراه عبر كل يعني سيطول بنا الحديث لو تناولنا وضع المراه في كل الحضارات. كانت في اليمن متقدمه بينما كانت مغيبه في كثير من الحضارات القديمه. ربما حتى الفلاسفه الكبار الذين نظروا يعني لكثير من الافكار مثلا كارسطو او غيرهم او افلاطون كان لهم وكذلك في اليونان او في حضاره الاغريق كان للمراه دور يعني او نظرتهم للمراه كان مستوى ربما كانت مع الحيوانات او كانت تقاس. جاء الإسلام وأعلى شأنها. نعم أستاذ فهد يعني اسمح لي لا يوجد لدي الكثير من الوقت أعود إليك إلى نقطة التي تحدثنا عنها وهي يعني الآن يعني أنت تحدثت يعني إطار جميل وضعته للمرأة ولكن يعني التاريخ والقيم الإسلامية ما جدواها حاليا في ظل وجود بعض الأفكار المتطرفة يعني كيف تستطيع المرأة أن تقاوم مثل هذا التطرف الذي يعني يطالها كونها الكائن الأضعف في المجتمع؟ أنا أقول في نقطة مهمة وهي أن بعض النساء التي تصدرنا في الفترة الماضية لا أقول الكل كان بعض ممن تصدرنا إلى يعني كنا بين تطرفين بين تطرف ديني حارب المرأة وأقصاها من الحياة العامة ومنعها حتى الهواء وأعاد بها إلى ما قبل زمن الإسلام وربما تأثرنا بفقه الصحراء الذي كان واحد من أسوأ ما قدم إلينا إلى اليمن. والنقطة الثانية بين تطرف مضاد في الطرف الآخر بعض المتصدرات للمشهد في يعني من قبل النساء قدمنا صورة غير حضارية وغير سيئة وقدمنا المرأة بطريقة يعني لا تليق بينما أن المجتمع اليمني مجتمع متسامح مجتمع إذا يعني بالوعي والعلم والمعرفة أنا تستطيع المرأة أن تصل لم يكن لديها مشكلات كثيرة بقدر ما كانت المشكلة تنحصر في هذا الاتجاهين وكان هنالك تيار آخر جديد وصاعد استطاع أن يصل يعني بالمرأة إلى مواقع متقدمة. كانت مخرجة الحوار الوطني خطوة كبيرة وكانت ستضع المرأة على قدمها الصحيح نحو المستقبل لولا الانقلاب الذي حصل والذي أعاد بها إلى ما قبل يعني ثورة سبتمبر الخالدة. أنا أقول أنه اليوم يعني الفقه الصحراء أو هذا الفقه الذي حاصر المرأة اليوم يتم محاصرته وإقصاؤه حتى في البلد المنشأ وهذا جيد إذا استطعنا نحن في اليمن أن نستفيد من هذا التحول الجديد. هذا الفقه عندما دخل إلى اليمن كانت اليمن في السبعينيات أفضل مما كانت عليه في يعني في التسعينيات وفي وما بعد الألفية. يعني التنوير اليوم الذي يحصل داخل المجتمع اليمني أفضل مما كان عليه من قبل حتى الوضع اليمني يشاوي اليوم الذي يحاول يحاصر هنالك يعني هنالك صورة مشرقة جديدة تتخلق اليوم من وحي اللحظات سواء وجدناها اليوم في محافظة مارب ونجدها كذلك بصورة مشرقة في مدينة تعز وسنجدها في أماكن أخرى. نبشر بأن المستقبل سيكون لصالح المرأة بشكل كبير ونأمل أن يعني تؤطر هذه الصورة ب يعني أعمال أكثر على الأرض. شكرا جزيلا لك فهد سلطان الكاتب والباحث كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. يعني في دقيقة أستاذتي العزيزتين كيف يمكن للرجل أن يكون سندا لهذه المرأة لكي تستطيع خاصة المرأة اليمنية لكي تستطيع أن تثبت نفسها أكثر؟ هو سيكون سند عندما نحل المشكلة الرئيسية وهو مطالبة المرأة أن تكون مثل الرجل. هذه هي المشكلة الرئيسية لأن الأصل أن يكون الرجل هو أن نطالب الرجل أن يكون مثل المرأة أن نربي الرجل كما نربي المرأة أن تربي الأم ولدها كما تربي ابنتها. أما إذا أما عندما نطالب المرأة أن تساوي الرجل هنا تحدث المشاكل وهنا تتحول المرأة إلى أن تكون بلا مسؤولية مثل الرجل الذي نشكو منه ثم نطالب بالمساواة به نمدح أنفسنا ثم نطالب بالمساواة بمن نذمهم وهم الرجال. فعندما ننظر إلى الرجل الذي يسمح الذي يعطي زوجته الفرصة بالعمل خارج وننظر له على أنه الرجل يدعم المرأة برغم أنها هي في الحقيقة تدعمه هو ليس هو من يدعمها بالمقابل هو لا يساعدها في أعمال المنزل. هذا الرجل هو الرجل المشكلة وهذا الرجل الذي يفترض أن نعدله هناك أكثر. هناك تأييد يعني من الكنترول المخرج يعني وأتمنى سأسأل يعني بعدين يعني المخرج كيف المخرج نعم المرأة يجب أن تكون نموذج للتعميم وليس للتعديل. أولا يعني كلمة بسيطة للمرأة أنه طالبي بحقك بنفسك وشقي طريقك بنفسك
وكلمة للمجتمع أنه دعونا من العادات والتقاليد التي حرصت على أن يكون للولد الذكر كل شيء وللفتاة ما تبقى، من زوج زلاج، لماذا نعلم البنت اليوم الثاني يجي لها واحد وأخذها ويعني وكأنها مجرد سلعة أو بضاعة. في الأخير التجارب أثبتت والظروف هذا السوداوية أثبتت أن الفتاة والمرأة كانت قادرة على أن تشق الطريق وعلى أن تكون دعم وسند لك ولأسرتك، للأب وللأخ وللزوج، فجعل أو ادعمها من البداية، اعطيها ما تعطي ابنك. يعني أنت هي لم تأتي من كوكب آخر، أنت أتيت بها إلى هذه الحياة، يعني لها حقوق ولها وعليها واجبات مثل ما للذكر بالضبط. كنت أتمنى أن نحصل على وقت أكثر، حتى أنا كنت أتمنى ذلك. إنما هو نعم، شكراً شكراً هو لكم. واحد لا يكفي. ما بالك بساعة. نعم، ثريش إبناني الكاتبة، شكراً جزيلاً لك. الكاتبة والشاعرة سبا حمزة، شكراً لك أيضاً. كنت مضيفتي في المساء اليمني لهذا اليوم. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، ومرة أخرى كل عام وجميع النساء بألف خير، وإلى أن ألتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله.